لم يكن تاريخنا يوما يفتقر إلى العلم والعلماء، وعصور الظلام التي تحدثت عنها أوروبا كانت عصور النور والمعرفة على الحضارة الإسلامية. ففي الوقت الذي عانت فيه أوروبا من النزاعات، كانت الحضارة العربية الإسلامية تبني المكتبات وتؤلف المؤلفات الطبية والعلمية والهندسية التي اتخذها الغرب لاحقاً أساساً لعلومهم. لم نكن مثل الغرب منصفين في حق مفكرينا، بل سعينا إلى تمجيد غيرهم متناسين فضلهم على حياتنا اليوم. فالذي لا ندري به أن علماءنا هم من وضعوا أسس الهندسة والطب، ومنهم من فسر كيف نرى وكيف ممكن أن نطير، ولولاهم لما عرفنا البوصلة. في برنامجنا هذا سنتطرق إلى بعض من علمائنا العظام الذين ظلمناهم بأيدينا، وأظن أن أبسط ما يمكننا فعله هو إعادة إحياء ذكراهم ومعرفة إنجازاتهم وإنصافهم أمام أنفسنا والعالم. ولكن ولأن ما أنجزوه عظيم جدا، دفعت بنا الحمية للبحث عنهم وإظهارهم للناس، وهي أن لنا تاريخ مشرف، تاريخ قامت عليه حضارات العالم قديما وحديثا. فكانت فكرة برنامجنا هذا علماء مسلمون نسعى فيه لإظهار العلماء المسلمين إلى النور، ليراهم الناس بوجههم الحقيقي الذي ظلمه التاريخ والذي سعى البعض لمحو اسمهم. سنتعرض في برنامجنا هذا لأهم الشخصيات المبدعة بالتفصيل، بالإضافة إلى سرد بعض من إنجازاتهم. من خلال برنامجنا ستشعر وكأنك تجلس مع ابن الهيثم، أو تحلق إلى جانب عباس بن فرناس، أو تتابع مع أبو القاسم الزهراوي عملية صنع الأدوية التي تجعلك تعيش التاريخ بأجمل مراحله. فابقوا معنا. محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، عالم دين سني حنبلي، يعتبره البعض من مجددي الدين الإسلامي في شبه الجزيرة العربية، حيث شرع في دعوة المسلمين للتخلص من البدع والخرافات ونبذ الشرك، والتي انتشرت في أطراف الدولة العثمانية حول ولاية الحجاز واليمن والربع الخالي. ولد في العينية وسط نجد لأسرة ينسب إليها عدد من علماء الدين. كان جده سليمان بن علي بن مشرف من أشهر العلماء في الجزيرة العربية، وكذلك كان والده عالما فقيها على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فقد تولى القضاء على عدة جهات. تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب عمره 10 سنين، وقرأ على أبيه في الفقه. وتذكر مصادر الترجمة أنه كان مشهورا بحدة ذهنه وسرعة حفظه وحبه للمطالعة في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام، حتى إن أباه تعجب من فهمه ويقول: لقد استفدت من ولدي محمد فوائد من الأحكام. سافر إلى مكة والمدينة لتحصيل المزيد من العلم، والتقى في سفره بالعديد من العلماء. درس على يد الشيخ عبد الله بن سيف والشيخ محمد حياة السندي والشيخ علي أفندي الداغستاني الدمشقي، فأخذ عنهم بقية علومه، ثم توجه إلى الأحساء فأخذ عن شيوخها، وزار البصرة ودرس على يد الشيخ محمد المجموع البصري، وأنكر على بعض العلماء ما سمعه من الآراء التي لا تتفق مع الإسلام، وشرع في الدعوة إلى العودة إلى ما كان عليه النبي وأصحابه. توفي في الدرعية، وكان ابتداء المرض به في شوال، ثم كانت وفاته في يوم الاثنين من آخر الشهر. لمحمد بن عبد الوهاب 7 أبناء، وذرية محمد بن عبد الوهاب في الرياض ومكة وبيشة وأبها والحرير، وحمل بعضهم أسرى إلى مصر. حصل ذلك بعد انتشار الدعوة
دعوة محمد بن عبد الوهاب في مصر. ورث أولاد محمد بن عبد الوهاب عن أبيهم الاشتغال بالدعوة والتعليم الديني، وعرف منهم عدة علماء، وأصبح بعض ذريته يقال لهم آل الشيخ، ولا تزال لهم مناصب حكومية ودينية وإدارية. أما آل محمد هم ذرية محمد بن علي ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انحدر محمد بن الوهاب من أسرة علمية شهيرة، فأبوه عبد الوهاب بن سليمان كان من الفقهاء وكان قاضيا وأيضا كان عالما وموثقا شرعيا، تولى القضاء. وعمه الشيخ إبراهيم وهو ممن تخرج بأبيه كان يتردد على حول العينية للإفتاء والتوثيق، وتولى القضاء في بلدة الشيقر. حفظ محمد بن عبد الوهاب القرآن ولم يتجاوز عمره 10 سنوات، وشرع في طلب العلم، فقرأ على والده وعمه وتخرج بهما في الفقه وغيره، وكان سريع الحفظ والكتابة، قوي الإدراك، كثير المطالعة، شغوفا بها ولسيما في كتب التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الإسلام. ثم رحل إلى عدد من الأمصار لطلب العلم والحديث والتفقه في الدين، وخرج يريد الشام، فعرض له بعض السراق وسلبوه، فلم يتمكن من الرحلة إليها. ولم يثبت أن محمد بن عبد الوهاب قد تجاوز الحجاز وتهامة والعراق والأحساء في طلب العلم. تفقه على المذهب الحنبلي، وتلقاه على يد والده بإسناد متصل ينتهي به إلى الإمام أحمد بن حنبل، كما تلقى علم الحديث النبوي ومروياته الحديثية لجميع كتب السنة كالصحاح والسنن والمسانيد، وكتب اللغة والتوحيد وغيرها من العلوم عن شيخي العلامة عبد الله بن إبراهيم سيف النجدي. أما ما قيل من أنه سافر إلى الشام كما ذكره خير الدين الزركلي في الإعلام، وإلى فارس وإيران وقم وأصفهان كما يذكره بعض المستشرقين في مؤلفاتهم، فهذا غير صحيح، لأن حفيده عبد الرحمن بن حسن آل شيخ وابنه عبد اللطيف وابن بشر نصوا على أن محمد بن عبد الوهاب لم يتمكن من السفر إلى الشام. وبالإجمال فقد حرص مترجمو محمد بن عبد الوهاب على تدوين كل ما يتصل برحلاته وبأسماء العلماء الذين تلقى العلم عنهم، ومع ذلك زعم أنه درس اللغتين الفارسية والتركية والحكمة الإشراقية والفلسفة والتصوف، ولبس جبة خضراء في أصفهان. كل هذا ليس بثابت، بل إنه أمر مستبعد. كان محمد بن عبد الوهاب يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد، ولذلك سمي أتباعه هذه الدعوة بالدعوة السلفية نسبة إلى السلف الصالح.